صباحكم ورد وفل وياسمين، نهاركم أسعد الأيام الكل. إن شاء الله نهار جديد وإن شاء الله سعادة وفرح وكل ما حاجة باهية نتمناها لكم الناس الكل. كما أنتم ديما تفرحوني إن شاء الله أنا ديما زيد نفرحكم بكل فيديو تلقاوه على قناتي. نهاركم أسعد الأيام ونهاركم مبروك سعيد الناس الكل. نعملك شعرات تكوني بانسة، نعملك شعراتك هيكا، نشتلك هيكا بحاجة شعراتك ولا لا؟ هلا زعانة هي ماما، جعانة هي بست مامي باهية. أو جبت تكوني كروكيتة مام. نهاركم أسعد الأيام كما شفتوا. أعطيك الفطور متاع غوكسي وأنا توا باش نمشي نحضر معاكم افتودي. دونك يلا تبعوني الناس الكل، ان شاء الله يعجبكم الفيديو وان شاء الله نهاركم اسعد الايام ونهاركم طيب بالناس الكل. ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي اي انسان في اي بلاد هو موجود. يلا مع بعض. نشف جوست يدي اوبلا ونحضروا انتوما زيد سورتو كان مازلتوا ما فطرتوش فطور الصباح، نقول لكم يلا يجيوا زيد معايا باش تحضروا انتوما زيد الفطور ساهل برشا وكان فطرتوا صحه وبالشفاء ليكم الناس الكل. اليوم باش نعملوا غرانولا، باش نعملوا غرانولا ميزون. في القناه نتاعي باش تلقاو في البلاي ليست اللي هو قوائم التشغيل باش تلقاو وصفات صحيه. دونك كان تحبوا اي وصفه اخرى تنجموا تلقاوها غادي، سورتو اني انا عملت زيد الانرجي بار وكل. دونك طريقه مزيانه برشا، ان شاء الله انتوما زيد تستفيدوا منها وتستفيدوا زيد من الغوسيت نتاع اليوم. الغرانولا عندي هوني سالادي نتاعي، عندي هذا الشوفان، الشوفان كيما ديما نوريكم من الحمر وهكا شوفان بنين برشا راه هكا كي نحمروه والكل يبدا كروكون محلاه. دونك هوني باش نحطو نوا، عندي هوني نوازيت وعندي هوني لوز قصيتهم هكا دي ترانش. فوالا عملت معاكم السكر التمر، بالنسبه للسكر نتاع التمر دونك قعد كي غربلت وكل قعد هذا قلت لكم راني باش نعمل بيه ان شاء الله غوسيت والكل ونشاركها معاكم. هذا هو اللي قعد دونك باش نعاود نحطو هوني، راهو بنين برشا راه هذيك. معناها عندي هوني هذوما القلوب، هوني الكميه اللي تحبوا عليها انتوما تختاروها كيف ما تحبوا. عندي هوني جلجلان، عندي هوني بذور الشيا، وهذوما المكونات باش نضيفهم من بعد. دونك هوني باش ناخذ هوني شويه عسل قدر مغرفه ونص كبار، عندي هوني زيت زيتونه، هوني باش نخلط الكل. الفرن 180 درجه الفرن نتاعنا دونك على 180 درجه باش نحطو هوني قدر 10 دقائق با بلوس، يكون بطبيعة الحال الفرن سخون من قبل. باهي خرجنا كيما تشوفوا، خليناها تبرد، مهم برشا خليها تبرد الغرانولا نتاعنا. دونك شو هوني محلاها الريحه محلاها. دونك تو باش نضيفوا المكونات الاخرين اللي هو زبيب، خديت نوعين هوني. عندي شوكولا هذاك علاش قلت لازمها تكون معناها تكون بارده على خاطر الشوكولا باش ما تذوبلناش. معناها هذوما لي بيبيت انتم تختاروا شنو تحبوا تنجموا ما تضيفوش. وهذا هو هذايا الكريم بري جو كوا توت البري الشايح. فوالا هذايا هو ولا باش نضيفو زيدا كيف كيف. وعندي هوني هذايا زيدا الشوفان فيه برشا لوز وبرشا فاكهة والكل باش نضيفو. دونك هوني زيدا كيف كيف، هذاك زيدا معمول من قبل ومخلط وريتهولكم ديجا. دونك توا نخلطو هذوما الكل. أنا هوني الحقيقة باش نضيف شوية قرفة، هذايا اختيارية معناها تحبو تضيفو ما تضيفوش كيما تحبو. أنا نحب القرفة هذه في الغرانولا نتاعي، نحب القرفه والقرفه بنينه برشا. دونك توا نخلطو نمشي نحضر فطوري. خرجت كعبه ياغورت هكا ناتور،
شويه كعبه بنان زيده هاتوا نوريكم. دونك جوست هذيا نحلته، عندي البواط هذيا نحطها باش نستحفظ معناها بها. هاكا يبدا عندي حاضر، نجبد الصباح حتى الصغيرات زيده نغرموهم معناها بالحاجه هذيا. شفتوا بالياغورت تو يوليو يحبوها برشا، خصوصا خاطر فيها الفاكهه وفيها كل شيء. دونك خليتوني هكا باش نحط هكا كعبيت بنان. باش نحطوني الياغورت نتاعي، ياغورت ناتور هذايا هكا. نحطوني ياغورت ناخد كيف كيف البنان هنا. نفطروا بالغرنولا نتاعنا، جربوها الغسيت ياسر طحفونا، سورتو كيما قلت لكم التمر هذيك معناها السكر نتاع التمر كي معناها كي نحيو نرحيوها ونغربلو كل يفضل هذيك شويه بعد ما غربلوه راه ياسر بنينه. انا هوني خلطته هوني زيد باش نضيف شويه هذه الكنتيشه زيده طريه بنينه محليها، سورتو توا وقتها وياسر بنينه معناها هذاك علاش انا استغليت الوقت قلت توا معناها نعملها سينو معناها على السكر سكر التمر. دونك حبيت جو بارطاج زيد معاكم كيما ديما نبارطاجي اي حاجه. دونك في الفيديو نتاعي حبيت جو بارطاج زيد مارفيت وليدكم هكا جو كرو اون بتيت سيكونس في الاخر بالكل تليفوني كيفاش تكسر. دونك انا ديما نقول الانسان ديما يزمو ما نعرفش هكا يكون قلبه كبير ويحب العبيد الكل وما يخمم في حد شيء وراه ديما صدقوني ديما نقول قلبه باهي واللي ما يلوجش وال هكا اللي يحب الخير للناس راهو دي ربي يحبه واكيد راهو ديما يلقى كان الحاجات الباهيه. الحقيقه انا ما خممتش باش نشري تليفون معناها سيريوزمون قلت سي با لا بين ماهوش وقته والكل. وحتى راز اللي راه كي وريته قال لي دابيتود انت تي في اتونسيون معناها انت من العاده معناها ترد بالك. بالحق انا مانيش من الناس اللي تكسر برشا معناها والكل والا جيما جو في اتونسيون خاطر نعرف الفالور نتاع الحاجه هذيك معناها نعرف القيمه نتاعها ونعرف الظروف ونعرف برشا حاجات. دونك ديما رد بالي على الاخر باش ما تتكسرش ولا باش ما تتعملش. دونك تليفوني هوني اتكسر الحقيقه هزيته قعد يفسر لي على لافيشور وكل. انا الحقيقه كي نحلو التكتيل نتاعو يمشي معناها هكا كي نحلو نعمل بيه دونك التكتيل يخدم معناها والكل هكا. ولكن هكا المنظر وبرا نتاعو حتى لي فوتو تنجم تاخو عادي الكاليتي تحفونه نفس معناها كيما كان تقبل. هذايا جوست البروتيج ما هو بروتيج ما كي طاح دقدق معناها هكا كيما تراو فيه دقدق معناها البروتيج هذايا ما نعرفش شنو هو. دونك هو معناها ياسر تحفو معناها تحفون معناها ما بالحق من معناها يخدم مع قلت مش لازم تليفون لحد شيء ما حاجتيش معناها هكا سي با مدام الي اون مارش سي با لا بين. دونك نلقى راجلي جاب لي هذا الحقيقه قعدت به ذولي حكيت 4-5 ايام حاجه هكا عادي معناها ما قلقنيش كي معناها ناخذ دي فوتو ولا حاجه مي لكن هكا غاضني على الاخر بالحق غاضني تليفوني هذا على الاخر خاطر هكا قال الاخر عينو صابتني الحمد لله الحمد لله يا وليدي الحمد لله. ما دونك هذايا جاب لي راجلي هذا نقول له ربي فضلك لينا ربي يخليك ربي يعطيك صحة الأبدان. أنا اخترت باش نقعد نتلهي بالصغار أنت تخدم ربي فضلك لينا وربي يخليك وربي إن شاء الله يحميك من كل شر حتى شيء ربي يعطينا طول العمر أنا وياك نكبروا صغيراتنا وبنياتنا وراهم ديما في 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 احسن البلايس وتكون ديما صحتهم اهم حاجه.
ربي فضلكم انتم ما عندكم بالحق ساعات كتعاشر العبد وكل بالحق وقتها تعرف المعدن متاعه مش على خطر في كل شيء في الحياة جنرال. ذيك علاش انا نقول ديما الحياة بصفة عامة قد ما تعاشر العبيد تبدأ ديما ما تعرفهمش ديما ما تعرفهمش لأنك ديما قد ما تعاشرهم قد ما تشوف حاجات جديدة سواء راجلك سواء عائلتك سواء في خدمتك سواء أصحابك سواء في الجامعة سواء في المدرسة في أي مكان لأن الحياة معناها بحر كبير ومجالاتها ما شاء الله. دونك فوالا هذا هو التليفون اللي جيب راجلي نقوله ربي يخليك لنا. دونك هذا هو التليفون فوالا هذا هو اوكي باش نعمل لكم دي فوتو مزيانين سورتو على الانستغرام. الانستغرام تاعي كوجينا تلقاو ديما رابط في صندوق الوصف وربي يفضلكم ليا الناس الكل. توا باش نفطر وباش نشوف من بعد شنو باش يفطروا صغيرات ثري باش نعمل شوربه مفوره رقيقه خاطر يحبوها ولا وصعاب لي متهذيا في الماكله وتروني وتولي اعصابي اي بلا. دونك ربي يفضلكم الناس الكل في امان الله وبسلامه. نحبكم برشا في امان الله بسلامه الناس الكل بسلامه. De vous abonner et d'activer la cloche pour être informé de la mise en ligne de nouvelles vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram.